كشفت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك عن استئناف تشغيل المصفاة الأولى في مجمع الزور النفطي بعد مواجهة تحديات فنية أدت إلى توقفها بشكل جزئي. وقالت الشركة إن فرق العمليات والفرق المساندة بذلت جهودا مكثفة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيا خلال وقت قياسي، مشيرة لبدء الاستعدادات لعمليات التصدير الخارجي لتلبية احتياجات السوق العالمي. وأكدت الشركة أيضا على أن مصفاة الزور أثبتت جدارتها في تحقيق متطلبات الأسواق العالمية من المنتجات البترولية ذات الجودة العالية، إذ تم تزويد 18 دولة من هذه المنتجات عن طريق 68 شحنة تم تصديرها من مرافق الشركة حتى 13 من مارس الماضي.